اتفضلي. دلوقتي في نظريات بندرسها بتبقى فيها كلام شوية مخالف عن اللي بيتقال في الدين، أو مش مخالف صريحا، بس ساعات بيبقى في كلام مختلف بيبقى محتاج إن حد يكون دارس دين كويس عشان يقدر يفسر الاختلاف ده. وفي ناس بتؤمن بالنظريات دي وبتبقى شايفة إن القرآن كده غلط، استغفر الله، طبعا ربنا كلامه وعمره ما هيبقى غلط، بس في ناس تؤمن كده. ده دلوقتي يعني اسمهم هيبقى إيه أو ذنبهم، لأن هم شبه كذبوا القرآن مقابل إن هم يؤمنوا بنظرية. جهل، الجهل ما بيتبنيش عليه حاجة، والجاهل نعلمه. فعايزين نعرف ايه هي الحاجات اللي عكس دماغه ونرد عليها، نقول له ونبين له ونفهمه ان ما فيهاش معاكسة ولا حاجة. يعني هو ما بيبقاش عليه ذنب؟ الجاهل ذلك مبلغهم من العلم. امتى يكون عليه ذنب؟ لما يكون متكبر، مش راضي يسمع، مش فاتح باب للنقاش، مش راضي يتعلم، ساعتها هيبقى في صفة من صفات إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لأنه بيستكبر. لكن الجاهل نعلم. أيوة. طب على كامل على سؤالها، طب ليه لغايه دلوقتي ما بي مثلا بيكتبوش بيوضحوا النظريات دي، بما ان منهجنا يعني احنا دوله مسلمه، ليه في المنهج نفسه ما بيكتبوش الاصح يعني او الدين بتاعنا قال ايه؟ حضرتك مش بتقري، ودي عله ابتدت تنتشر فينا، وهي عله يجب علينا مقاومتها. اللي حضرتك بتقوليه عليه ده هو الاف الصفحات ألفت فيه وجاوبت عنه وانتهت منه. فحاولي انك انت تملي تكوني الباحثة عن الحقيقة. فحضرتك تعالي بعد البرنامج وانا اعمل لك لستة في اللي انت بتطلبيه، وتروحي تجيبي الكتب وتقريها. بس تقريبا يعني مش كل حاجة متاحة في النت، والنت اصبح لحس دماغ الشباب. حاولوا ترجعوا للكتاب تاني علشان تلاقوا من المعلومات صنف آخر من المعرفة ما بيحصلش في النت.